مرحبا واهلا وسهلا فيكم بموسم جديد من كزدورة. هذا الموسم هو 4. تعالوا سوا لحتى نعرف مين راح يكون ضيفنا باول حلقه لهالموسم. هاي ساره. هاي كيفك؟ تمام. شو الاخبار؟ جود. نجمتنا باول حلقه من كزدورة 4 راح تكون نجمه ساره فرح. ساره جاهزه للكزدورة؟ اكيد جاهزه وناطره. يلا رح نولعها سوا. أكيد. يلا الحقونا. وصرنا بباص الكزدورة الاستديو المتنقل هلا هذا جديد ورح تشوفوه بالموسم وكل مشاويرنا رح تكون جوا هذا الاستديو ان شاء الله تكونوا حابينه. نحن رايحين مشوار كتير حلو على مكان كتير غالي على قلبها لسارة عندها هيك شوية ذكريات هونيك رح نعرف سوا واسمه هلا. خلينا نروح سوا لنروح لأول فقرة بالكزدورة اللي هي على الأوتوستراد. على الأوتوستراد. سارة على الأوتوستراد هو سؤال وجواب، جوابك لا يتعدى الكلمة وممكن اسمح لك كلمتين يعني. أوكي تمام. سارة أول شيء قول، سارة مغنية ولا سارة ممثلة؟ مطربة. مغنية. مطربة ولا مغنية؟ مطربة. مطربة. أوكي سارة شي مرة كنتي بلوكيشن تصوير إن كان فيديو كليب أو خلينا نقول تمثيل بمسلسل وحكيتي شيء وحدا سمعك؟ يعني صارت. ايه والله واستقصد يعني عند بالعاده هدول الحركات بستقصدهم. يعني تسميح حكي؟ تسميح حكي؟ ايه طبعا. يعني بتسمعي حكي بالعاده؟ اكيد. حلو اكيد بعرف بس انه عم حاول. اكيد حدا ما بسمع حكي. اوكي بين علي ما بسمع حكي. سارة شي مرة خانقتي مع مخرج انه اخذ لك زاوية معينة ما بتحبيها، شي لفتة ما بدك تطلع بالكاميرا او شو السبب تاني؟ اتخانقت مع مخرج ايه مزبوط بس مو لانه كادر او بروفيل او شيء، لا يكون موضوع جدي اكثر. جدي ايه او منطقي اكثر انه انت تعمل علي خلاف واخذ ورد وحكاية. تمام يعني مو سهل استفزازك بهدول القصص الصغيره. لا نفسي كثير طويل انا بالشغل على فكره لانه بفضل يكون في دائما جود انرجي اون سيت، ما بحب اني اتشنج واذا تشنجت صعب اطلع من المود بقى فضلني باخذ وبعطي كثير. فلما بوصل لمرحله اني انا خانق على نقطه معينه واصل للماكسيمم بيكون في مشكله. تمام تردد غلط. طيب ساره خليني اعرف شو هو اكثر عمل برايك سبب لك شهره؟ ستار اكاديمي. تمام. ولا اي غنيه ثانيه ممكن تكون سببت شهره لساره اكثر من ستار اكاديمي؟ ما في برنامج حقق نفس جماهيريه ستار اكاديمي لتحقق غنية نفس جماهيرية برنامج 24 hours reality show. تمام يعني تعتبري انه ستار اكاديمي هو كان البرنامج الاول عربيا باكتشاف المواهب؟ طبعا نمبر 1. هذا الشيء خلاكي تختاري تفوتي؟ ما بدي اقول باكتشاف المواهب لانه كونسبت ستار اكاديمي كان هو اكتشاف النجم اكثر من موهبة، لانه بيبقوا بيشتغلوا على باكج كامله للفنان من الصوت للشكل للاداء للستيجينج على المسرح ايفن بالفيديو كليبس ان كان تصوير او تمثيل جوا الاستوديو. تمام. ساره بدي اعرف شو سر ثقتك بحالك اللي بعرفه يعني انه انا ساره كثير حدا واثق بحاله، فشو هو سر الثقه اللي بخليك تكوني واثقه بحالك لهالدرجه؟ بحب حالي. من منطلق اني بعرف حب وبقدر الحب كثير. يعني بتعطي من قلبك للناس اللي قدامك؟ يعني لا تعتبر ساره انانيه؟ لا ابدا ابدا. يا ريت. سارة بتخافي شي حدا يحسدك او من الحسد بشكل عام؟ اكيد طبعا. اوكي كثير. هلا انا كثير هيك فتت ديب بشخصيه سارة لتعرفوها اكثر لانه في عنا كثير حكي لقدام رح نحكي انا وسارة. بس سارة خلينا نروح هيك شوي على شق ثاني بكلمه او كلمتين. شوكولا ولا شيبس؟ شوكولا. شوكولا اكيد. سارة لا طيب. نقي يعني انا بفضل الباونتي بحب الجوز الهند لانه ثانك يو. ما حدا من اللوكيشن رح ياكل ابدا انا دول بسالي انا. فيك تبلش تاكلي عادي اوكي انا وانت. اوكي ساره خليني يعني هيك بمجال الاكل والشوكولا والشيبس في شيء وجبه معينه بتحسيها مثاليه تكون قدامك وتكوني بقمه سعادتك وانت عم تاكليها؟ هلا الاكل المفضل بالنسبه لي هو الطبخ بس طبخ البيت ذا بيست فون. يعني بتعرفي تطبخي؟ لا ما كثير. مين بيطبخ لك الملوخيه؟
إذا مو أمي ست الشام. حلو يعني من المطاعم. حلو طيب سارة كفنانة وهلأ خصوصا على عصر السوشيال ميديا اللي ممكن يظهر فيها شوي دفويات أكتر من غير أو ممكن نخفيها بالسوشيال ميديا ما مبين على حقيقتنا، أنت مع أنه الواحد يظهر هاي الحقيقة على السوشيال ميديا يضله طبيعي أو لا؟ أكيد أكيد، لأنه لك هلأ كمان السوشيال ميديا بيلزمها شوية حدود، لأنه هي فيها تكون سلبية أكثر ما تكون إيجابية. أهم شيء حقيقة أنه الإنسان يضل محافظ على نوع من الخصوصية بحياته، إن كان على السوشيال ميديا أو بالحياة على أرض الواقع، بس الأهم أنه يكون صادق مع نفسه مع يعني محيطه إيه؟ مع الناس حواليه. أكيد يكون إيه؟ على طبيعته. إيه؟ أوكي آخر سؤال، هل سارة فرح تعتبر حالها نجمة؟ بقلوب كتار إيه؟ فيني علق تعليق على هذا الموضوع؟ لو ما كانت نجمة ما كانت وصلت لهالناس وكانت متربعة على عرش قلوبهم، أكيد ما كانت وصلت للفاينلز بستار أكاديمي أز نجمة بهذا البرنامج الكتير كبير، ما كنا سوا أنا وياها اليوم هون. كتير حابب تيني سارة؟ أوكي رح نروح لتاني فقرات كزدورة، خليكم معنا. سناب شات تاني فقرات الكزدورة هي سناب شات، رح نعمل فيديو أنا وسارة ورح نشوفه على السوشيال ميديا لحاله، فخلنا نشوف سارة شو رح تعمل على سناب شات. سارة بدي إياك تغني لي غنية أنا بحبها وطلبتها منها لسارة، سو هي رح تغني لي إياها بس حتشوفوه على سناب شات اللي رح يخيط لها صوتها لسارة. يلا سارة ريدي يا انا بغني كمان شو بس تمام وانا بنشز كمان عادي. هيك عملنا فيديو سناب شات شوفوه على صفحات نينار على السوشيال ميديا. اوش عايزه غيرك انت، والله بحبك انت نيالي، الحب كله انت وانت الناس كلها، دي سنين عمر اللي راح الله قلبي عشها بجراحه، كان نقصاني حاجة معك كملتها معك رح نكملها كملتها. الله 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 يحمي لك الصوت. هلا رح نكملها سوا، نحن وصلنا لفقرة وقف عندك، تعال نشوف سارة لمين حابة تقول وقف عندك. وقف عندك سارة، شو الموقف يلي بيخليك تقولي لأي شخص كان وقف عندك؟ المبالغة وقلة الاحترام للطرف الآخر إن كان بالمسألة القائمة اللي أنت عم تحكي فيها، ولا إن كان بطريقة التعبير عن وجهة نظرك. يعني ممكن كتير مستفز الحالة، يعني ممكن بكل بساطة حدا بالغ بشيء قدامك ولو شو من كان الموضوع اللي لو وقف عندك، إذا ما بيعنيني أكيد ما بتدخل، بس إذا بيعنيني أكيد بقول له ما بخلي يكمل أساسا. حلو سارة، بما أنه نحن بفقرة وقف عندك وأنت قلتي وقف عندك للشخص اللي ببالغ، حدا بشي نهار قال لك وقفي عندك سارة؟ أكيد. مين؟ ممكن امي تكون قالت لي وقفي عندك، ممكن يكون المسؤول عن شغلي اللي وقفي عندك، لانه الفنان احيانا بتنجر عواطفه وما بيكون قادر على الحكم الصحيح تجاه نفسه. تتقبلي يعني انا ما بالضروره اكون قدرانه اغني الهت مظبوطه لإلي، بس ممكن اكون انا ما عندي على هت معينه على اغنيه معينه ماني شايفه انه هي صحيحه، فيقول لي وقفي عندك انت ما تدخلي بشيء ما بيعنيكي. أو مو أنا بعرف شغلك. تمام طيب بتتقبليها لهي الكلمة منه؟ أكيد. وما إذا أنا بوثق فيه. أها. أنا ما بعطي حدا مجال يعطيني نصيحة إذا ما أنا عطيته المجال يعطيني إياها، ما بفتح سبيس، بعرف ضد حدودي كثير منيح.
وي نو ذات. طيب سارة العصبية ايمت بتطلع؟ لأنه أنا بعرف إنه سارة كتير حدا مرح، كل الإكيب هون مغرم بالجو اللي عاملته سارة، كتير كان هيك مشوار الطريق لمحل ما وصلنا رائع جدا، بس أكيد في شق العصبي من سارة، كلنا بنعرف إنه سارة قد هي حقانية مو عصبية. خلينا نقول ما عادت عصبت مثل الأول أو بالسرعة اللي مثل قبل، بس أنا بعدني عصبية، بس أنا نفسي صار أطول شوي، بعد يمكن لثلاثة ستة بس ما بنوصل للعشرة. ما علمتني أمي للعشرة، حافظة لستة بس. حلو. بعد بس لك هي وقت اللي عن جد بحس فيه ظلم ومقصود، بتضايق كتير إن كان علي أو على غيري، ما بسقط ما بقدر أسقط. إذا حدا زعجني بتعصبي عليه؟ أكيد إذا معك الحق طبعاً، وإذا في تعرفون هذول لما بيوصل بوكر فيس إنه هي أنت لازم أنا شو بعك يا زلمة، شو بعك أنت عن جد. طيب سارة آخر سؤال بهالفقرة، في كتير من الأشخاص بتفتحي لايفز أنت على إنستغرام على فيسبوك، بتطلعي بتعملي فيديو معين مقابلة معينة، أكيد الناس بدها تعمل كومنتس على هذا الشيء، إذا عملت باد كومنت أو تعليق سيء، هل هذا الشيء بيزعجك أو ممكن تأخذي بعين الاعتبار وتعدي للستة؟ والله ما بقرأ كتير، يعني إذا بقرأ لرد على العالم اللي هي تكتب كومنتات فيها محبة، الباقي يعني ماكسيموم ديليت، او ماكسيموم انه انا قبل ما افوت اقراهم بيكونوا الادز من ماسحينهم، لانه فعليا انا بتضايق اذا بقرا كومنت فيه هلا الدرجه تنمر. ما بحب هي الحاله الغريبه اللي بيمارسوها العالم على عالم ثانيين، تزعج اكيد، بس انا قادره اني انا احلها واني انا احتويها، يعني تتقبلي الموضوع وانا لازم احتوي الموضوع بلا. انا لانه اساسا كفنانه حالتي كفنانة ضمن الوسط بضطر اني انا اتحمل الضغط كتير، ان كان من الاضاءة، ان كان انا مريضة، ان كان صاير معي شيء قبل ما اطلع على المسرح، ان كان فانا واجبي اني انا الجم غضبي ما مارسه على العالم، لانه انا القادرة اكتر اني انا سيطر عليه، فما برد بالرغم من انه ممكن يزعل، بس ما برد، بس تتقبلي، بس انه خلاص ما في داعي يعني. حلو للسبعة ممكن توصل بهذا الموضوع. يلا خلينا ننزل انا وانتي سارة ونبلش كزورتنا الحقيقية. هلا نحن وصلنا نحن وسارة على جنة صيدنايا اللي هو المكان الاجمل بصيدنايا، ورح نعمل كزدورة كتير حلوة هون أنا وأنتي سارة. قد إيه لك ما جيتي على صيدنايا؟ إلي وقت، والله إلي وقت، بس هذا المكان إلي كتير ذكريات فيه مع عائلتي. حلو. كل شيء كان يصير عنا بالعيلة، أول قربانة، حلو، اللي إحنا كنا نجي نقضيها هون بالجنة، يعني هذا المكان إلي ذكرى عندك. إيه طبعا، يعني حزرت إنه هذا المكان حلو بالنسبة لإلك. يلا تعالوا معنا لنشوف شو بدنا نحكي نحن وسارة ونحن قاعدين عم ناكل. انا شكلي كثير بحب الاكل. يلا انا كمان. عرياحتك سارة، نحن هلا وصلنا لفقره عرياحتك، نزلنا على المكان اللي انت بتحبيه، وقلتي لي انه كان عندك ذكريات مع اهلك هون واكثر من قصه مناسبه كنتوا تعملوها هون. مزبوط. هذا المكان بيحسسك انك انت مرتاحه؟ اكيد كثير. خلينا نحكي بما انك مرتاحه عن الصداقه بالعمل. هلا بعرف كثير حواليك اصدقاء ورفقه وناس عن جد كثير بتحبك، بس بمجال العمل هل بتآمني انه الصداقه بمجال العمل؟ فيني حتى النظاره مشان اقدر اكذب. انا بآمن كثير بالصداقه بالعمل ضمن اجواء العمل وخاصه بالوسط الفني. يعني انت برايك انه الصداقه ما بتساعد بمجال العمل؟ هلا اذا قصدك الصداقه المبنيه على احترام وعلاقه طرديه متبادله بهذا السياق موجوده، وكثير عندي اصدقاء كثير في احترام ومحبه وبقدر لهم راسهم وبقدروا فني وكل شيء، يعني بس ساعدوكي، بس انه يكونوا من ضمن اهل بيتك، عرفتهم هذول تبع نفس العمل سرك او لا. يعني بيضل رفيق شغل أكيد. ما بيتاخذ رفيق حياته. طيب اعطيني اسم حدا ممكن ساعدك بهذا المجال وهو خلينا نقول رفيقك او صديق بالنسبه لإلك. ساعدني بوسط الفني، فيني اقول سيف سباعي. حلو. سيف سباعي. طيب
سبيعي دعمني كثير وقدم لي قدم لي فرصة فعلا كانت إيجابية، نقلة حلوة كانت بفترة ركود بحياتي اللي من هي بعد بالتمثيل. من بعد عقد 3 سنين أنا قاعدة بالبيت يعني، ف تمثيل اللي هي نادين العشاق. تمام، وانت دخلتي هذا المجال خلينا نقول عبر هذا الشخص اللي ساعدك بهذا النجاح، خبريني كيف كانت تجربتك بهذا المسلسل؟ هاي المساعدة كيف كانت إيجابية بالنسبة لك؟ شو قدمت لك لقدام؟ هلا نادين العشاق هي أساسا حالة المسلسل وحالة العمل بتعني لي كتير شخصيا، لأنه بنيت فيها صداقات جميلة كتير بالوسط وتعلمت كتير من هاي من هاي من هاي التجربة. الممثل أو حالة شغله للممثل بتثقل كتير حالات جواتك كإنسان، وخاصة على صعيد فصل الحواس أو السيطرة على إحساسك، تصير بتساعدك أكتر إنك أنت تتحكم فيه ويصيروا under control. فنان اللي بيغني صعب إنه هو يروض هذا الشيء، لأنه شغله أبسط من هيك يعني، ما عنده ساعات تصوير طويلة، ما عنده ساعات عمل طويلة، ما عنده حفظ كتير، ما عنده فصل حواس كتير. إذا بده يشتغل شيء تصوير فبده يصور كليب مدته 5 دقايق يعني، هو موفي قصير، نحن ما بنقلل من قيمة الكليب، لكن الكليب عنا بوطننا العربي هو معظم بيوت شط، فما فيه تعب بالتمثيل وما فيه جهد كتير. فالخبرة اللي اكتسبتها به هي التجربة على الصعيد الشخصي كانت مهمة كتير، وعلى الصعيد العملي مهمة كتير، لأنه العالم أو المجتمع عنا بفضل الدراما، بفضل يحضر الدراما على أنه هو يحضر لايف كونسرت لفنة. فالجمهور الدراما تعرف على سارة، اللي ما بيعرفها تعرف عليها، واللي كان بيعرفها رجع شافها من أول وجديد بحالة جديدة وحلوة. طيب سارة، دخلتي مجال التمثيل بأكثر من عمل خلينا نقول، وخلينا نقول الصفة اللي كانت غالبة على هذا الموضوع أنك أنت كنتي مغنية ضمن العمل. يعني كان سارة مو بس ممثلة، كان يطلع صوت سارة المغنية المطربة اللي صوتها حلو. هل أنت بس بتحصري حالك جوا هي الدائرة؟ يعني أنا ما بأخذ دور إذا ما كان فيه خلينا نقول شي فويس أو شي تعليق صوتي، أو أني أنا غني بقلبه المسلسل، أو لا أنا عندي قدرة أني أنا فوت مسلسل ما كنت معتمدة على صوتي. هلأ العمل اللي اشتغلته برمضان الماضي اللي هو عندما تشيخ الذئاب ما كان ضمن دوري في بسياق الدور، ما كانت هي أساسا بتغني ولا إلى علاقة بالموضوع. أنا غنيت الشارع. فيني اشتغل هلأ سلاف لما اشتغلتها بعندما تشيخ الذئاب، اشتغلتها لأني حبيت الشخصية كتير، تشبهني بكتير مطارح. فلما انعرضت علي الشخصية وافقت عليها. بس أنا بفضل كسارة أني أنا دايماً أشتغل بمحيط الفن، إذا بدي أوصفك عمل بعيداً عن الموهبة تبعك. تماماً exactly. إذا بدي أوصفك عمل بفضل أنه دائماً يكون ضمن الدائرة الأساسية اللي هي أنه أنا مطربة. يعني يكون كل شيء بيتوظف بنجاح موهبتي الأساسية اللي هي الغناء، وخاصة أنه الفرصة اللي ممكن أنا أخذها كممثلة في غير كتير خريجين بيستاهلوا أكثر مني، فأنا ما فيني فوت على خطي وعلى خط غيري، ما بصير احتراماً للأشخاص. يعني أنت هيك برأيك أنه كل مجال إله أربابه؟ طبعاً. يعني أنت مع هذا المقولة؟ أكيد المقولة. أنا بغني كتير حلو بس ما بمثل كتير حلو. أنا كحدا مستمع يستمع لنفسه بلاقي يعني أنا بغني حلو بس ما يعني ما بمثل بنفس جودة مغنائي. أنا هذا قصدي. بس أنا بحب تمثيلك. شكراً. وكثير من الأشخاص مو بس ككينان بحب تمثيل سارة فرح، كثير أشخاص اقتنعوا بأدوارك، حبوكي بالتمثيل. شكرا. وأكيد رح نرجع نشوفك بأدوار إن شاء الله لقدام. شو أكثر دور بتحبي أنك أنت تمثلي؟ يعني أنت بمخيلتك سارة ناطرة هذا الدور لحتى أنا مثله أكون جداً مبسوطة فيه، الفرصة، الدور، السكريبت المعين، السيناريو. هلأ أنا خريجة مدرسة أوبرا، بتمنى أني أنا أعمل فيلم هي نفس قصة كارمن، مسرحية كارمن الأوبرالية، بتمنى أنه تنعمل تتلخص بفيلم وأنا أشتغل هذا الدور لأنه بيعنيني كتير. حلو كتير. وبتمنى أنه ينشغل هيك نص أو هيك فكرة بين الأوبرالي الشرقي. يعني يتوظف بمحيطنا الاجتماعي، نحن عنا هون العالم تقدر تفهم كمان شو عم تسمع، لكن ضمن إطار الأوبرالي. حلو. فبتمنى أنه أنا ألعب هيك شخصية بيوم من الأيام، برجعنا على مضمار أنه فيه مغنى إجباري. أي بس إذا بس تمثيل بحب كتير أطرح الحالات اللي فيها تمرد على المجتمع أو فيها حالات جديدة يلي ما بتشبه. ما بحب أطلع البنت
اذا بدك ما فيني يكون كيوت شكلي مستحيل يصير يكون كيوت بس ما بتمنى اطلع بشخصيه البنت الحلوه اللي عم تعيش قصه حب ذاتس ات يكون في فكره تمرد بتمنى انه ما بقى نحكم على حدا لان انه والله فنان اشتغل هو اساسا ممثل راح غنى او مغني راح مثل او راح قدم برامج او من يوم من ايامات سعاد حسني وعبد الوهاب كانوا يمثلوا ويغنوا ويقدموا برامج ويستضيفوا بعض ويحكوا اهم الاحاديث اللي نحن هلا بنحضرها لنتعلم شو بدنا نحكي بلقاءاتنا وكيف بدك توعي الجيل يلي هو بياخدك ايدل له. سو هي الفكره انه نحن طول ما انه الفنان عم ينحط ضمن تارجت على مستوى موهبته يعني ينحصر بهذا المثال يعني تماما انه بيستاهله فمش غلط انه نحن نمارسه لكن الغلط انه نحن على رايح وجاي نشتغل شغله مش شغلتنا ولا بتلبق لنا لانه بهي الطريقه نحن عم نضيع الوسط فبس هي فكره موضوع العنصريه وموضوع تحديد العمل بالوسط الفني بشعة كتير لازم نتخلص منه عيب حلو كتير. طيب سارة خلينا نقول على مجال صداقة العمل مثل ما قلتي لي حكيتي لي عن سيف سبيعي اللي ساعدك وكان له خلينا نقول فضل in a way or another يعني انه بشكل او باخر كان له فضل انك انت فتي على باب التمثيل. اعطيني صفات بسيف سبيعي واحدة حلوة واحدة بشعة بأنك يعني بتقولي انه الصداقه بالعمل بتقربك من شخص مزبوط وبتعرفي هدول الصفات عنه فبدي اعرف صفه حلوه وصفه بشعه رح اقول لك شيء انا بقول له دائما لسيف في خصله فيه وانا بحسه انه هو عرابي بهي الخصله اللي هو طموحه ما بيخاف من شيء ومؤمن بنفسه كتير حلو بيحب الفن كتير وبيوقع بيرجع بيقوم بيوقع بيرجع بيقوم ما بيستسلم للمحيط فكتير بشوف هاي النقطة فيه مهمة كتير وأنا بشوفه عرابي بهاي النقطة بالذات عرفت أنا بحب هاي النقطة بسيف بالذات يمكن لهذا السبب أنا باخد برأيه وبسمع نصيحته لأنه غير مقيد منه إنسان ما عنده قيود بهاي التفاصيل يعني ما بيهزه شيء أنت بتعرف قدي نحن الفنانين كلام العالم بياخذنا وبيجيبنا وبيكسرك وبيقومك وبتتعب من شوي كنا عم نحكي على موضوع الكومنتس على 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 منشور او حاله فكيف اذا انت عم تواجهها على ارض الواقع وخاصه اذا انت فنان ضمن ازمه انت عشتها ازمه سياسه وازمه امان انت بحاجه بالحاله العاديه بحاجه حدا يدعم ضدك فشلون بهيك حاله انت ماديا غير متزن انتاجيا غير متزن بلان لشغلك مش موجوده ففوق سلبيات الناس تنكب عليك لانه هن مضغوطين كمان تماما عرفت فاذا ما انت عندك عتاد كتير قوي وعندك تماما طموح وما بتخاف من شيء انت قادر على انك تصنع مجد جميل تفيد فيه اللي حواليك تفيد فيه اللي جاي من بعدك فهي اكثر شغله بحييها عليها وبتاثر فيني بشخصيته اكيد طيب وان كانت سلبيه وفي كثير اشخاص على فكره ساعدوني انا ما بدي كثير ما بدي انسى حدا ما بدي اذكر اسماء لحتى ما انسى حدا كسلبيه شو هي الصفه بي سيف هلا انا بعرف انه شيء في شيء هيك ما في حدا كامل كل حدا أكيد. فيه هلا انا بعرف بس انا كسارة ما بقدر انا بعمري الفني انا ما بقدر انتقده بشيء سلبي هو بالنهايه استاذ هلا نحن ما عم ننتقد سارة نحن عم نعطي صفه سلبيه يعني هلا انا بعرف انا كثير قريب من سيف سبيعي واكيد يعني بنعرف من خلال انه هو حدا من عائله نينا خلينا نقول عصبي بيكي كتير يعني بيدقق أدق التفاصيل وممكن يكون مزعج بأحد الأحيان بشكل أو بآخر أنا هذا الشيء مثلاً بعرف إنه سيف هيك أنت شو أكتر صفة سلبية بتحسيها فيه بخلال تعاملك معه كصديق عمل أو صديق بشكل عام ضايج بضل ضايج ضايج في كمية أرض جواته ما عم بيفضيها بكل المطارح أنا كحدا فان لسيف سبيعي على الصعيد الأول وصديقة على الصعيد الثاني أنا بتمنى أنه هو يكون شايفني بهي الطريقة بتمنى أنه أنا أشوف سيف متخصص كتير بالإخراج السينمائي لأنه عنده أفكار كتير قوية وجريئة أقوى من أنه تنطرح بسياق درامي بتمنى أني أنا أشوفه وبشوفه بمطرح كتير حلو بتمنى أشوفه في كمخرج سينما لمواضيع
ما حدا رح يعرف يطرحها، إن كان ميوزيكال واي أو إن كان إلى علاقة بخطوط الحمراء تبع المجتمع. بظن إنه سيف هو أكتر واحد قادر إنه يجمع هدول الطرفين بخط سينمائي حلو كتير على مستوى عربي وممكن عالمي إذا هو حابب. طيب سارة، بتتذكري أول مرة غنيتي أيمت كانت؟ إيه كنت صف رابع. وين؟ غنيت أنا وشادي، كنت بالمدرسة. شو المناسبة؟ ما في شيء، كان جاي لعنا أستاذ موسيقى جديد وطلع هو الأستاذ بفرقة صباح فخري، نياتي بفرقة صباح فخري، وسمع صوتي عم بيسمع أصوات الطلاب الموجودين عنده بالصف وغنيت له أنا غنيت أنا وشادي، فانبهر وحب كتير. حلو. وقال لنا ماما أنه صوتها حلو ولازم تهتمي فيها. بس فانت رابع. حلو كتير. طيب شو رأيك تسمعينا هلأ غنية؟ ايه يا مش عايدك قولي مين غير عايدك، قولي مين، قولي مين، مين، مش عايدك قولي مين غير عايدك، مين، مش عايدك قولي مين غير عايدك، مين، 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 مش انت، ايوة مش انت، ومش ممكن تكون انت، مش عايدك قولي مين غير عايدك، قولي مين ساك وهون حب عيني، قولي مين يلا مين، مين ساك مين، مين ولا مين، مين خلاك تنسى عهد معاك، مين قولي مين، مين حميلي هالصوت. اكيد من اجمل الاصوات السوريه سارة. سارة، في شيء غنيه لنجم معين من نجوم خلينا نقول الشباب اللي هنا نجوم جيلك تمنيتي انها تكون لك؟ من نجوم جيلي؟ لا ابدا، ما لانه ما يعني ما حدا بلقيته بيشبهني بلونه، ما فما عيني بيقول غنية لحدا. حلو كتير. ممكن قديم قلك ايه كتير في مين مثل؟ في غنية كرمالك لإليسا ولا حتى ثانية لفلا، في غنية ما بنتكلمش ذكرى، في غنية أسهلها لك ليلى غفران، في أغاني من هدول الستيل بحبه كتير. حلو. إذا بدك تروح على كلاسيك أكتر، في جوليا بطرس عندها على ما يبدو بحبها كتير، بحسها بتشبه خنتك. حلو. أي بالفكرة كتير العامة. هلا رح نسمع أكيد بعد شوي. سارة، طيب هاي حكينا على خلينا نقول صعيد الغناء. كتمثيل مثلتي بثلاث أعمال مبدئيا لهلا. رفعت عيني الليل. اليسار ولا اليمين؟ هاي خير خير. اوكي. قال من تقل الرمش رح توقع عيني، معقول؟ طبعا أخبركم انه سارة بلا ميك اب احلى بكتير، وهي هيك بس لانه طالعه هلا انه كاميرا وقصص فعملت ميك اب، بس انتو يو نو انه سارة احلى بلا ميك اب بكتير كتير كتير. كمان سارة مثل ما قلنا على صعيد التمثيل مثلتي بثلاث اعمال مبدئيا لحد هلا. لو سارة قبل صحت لتشارك بعمل، شو كان العمل اللي بتحب انها كانت تشارك فيه؟ قديم؟ فينا ما كتير قديم، خلينا نقول من 6 سنين 7 سنين وطالع. قلم حمراء. حلو. بتمنى اوصل يوم من الايام لربع خبرتها، واكيد ما رح اجيب استاذة هي، بس شخصية سلافة معمار بقلم حمراء شخصية رائعة.
هيك شخصية بتمنى أني أنا أعملها، بس ما رح أقدر أعملها بنفس التقنية أكيد. نحن ما عم نقارن، بس عم نقول شو بنتمنى. أمنيات كبيرة فينا نتمنى، فينا نتمنى. حلو الطموح اللي كنت عم تحكي عنه قبل شوي. وأكيد إن شاء الله نجمة سلافة معمار رح تكون ضيفتنا بكزدورة، وتحية كتير كبيرة لإله. رح نسمعها هذا الفويس على فكرة. أوكي. سارة، شي مرة بشي مشهد أو شي تمثيل فيديو كليب أو غنية بكيتي وعن جد كان المشهد ببكي أو أنتي هيك؟ أنا أول مرة بكيت إلا عن جد. بعرف كان عندي أزمة بهذا الموضوع بأول مسلسل صورته لدي الأشياء. كان في عندي مشهدين قاسيين فعليا. في مشهد لما بفوتوا علينا البدو ومفروض أنه بيغتصبوا بنات البيت. تمام. ففي مشهد اللي هو لما بدو يقرب علي حدا ويمسكني من إيدي، فبكيت كتير. بكيت كتير كتير. حقيقي. حسيت المشهد حقيقي. بكيت كتير وقعد سيف يجي لعندي من جهة، وأستاذ جلال يجي لعندي من جهة، والناس تجي لعندي من جهة، إنه عم ببكي أنا شو صار لي. بس إنه خفت يعني، ما خفت، ما بعرف، ما حبيت الحالة. بس إيه ببكي عجل. أنا ولا مرة بكيت عن كذب. يا ريت كان كذب. بس هذا لما بستدعيني الموضوع إني أبكي بتذكر حالة معينة ممكن. يعني عندك القدرة إنك أنت وقت اللي لازم تبكي بمشهد معين إنك أنت تبكي نظام. ولا مرة حطيت هاي الشغلة بعيني. أكيد. يعني هاي أكيد صفة من صفات الممثل الناجح، وإن شاء الله أكيد لقدام رح نشوفك بأعمال كتير أحلى وأضخم. سارة بدي أسمع على ما يبدو. على ما يبدو دم خفيف، على ما يبدو شكله ظريف وحكيه لطيف ومنه سخيف، منه سخيف على ما يبدو. على ما يبدو دم خفيف، على ما يبدو شكله ظريف، منه سخيف وحكيه لطيف وجوه ألف على ما يبدو. لمين تدي الغنية سارة؟ بهدية. لمين يا سارة؟ للكراش. في كراش لسارة هلا؟ كل حدا في عنده كراش. أيوة. ما لازم؟ هلا أنا هلا عم كرش. سارة حياتك العاطفية خالية؟ سنجل سارة؟ خالية؟ يعني سنجل. مساعدة الخالية. شوفي لا إيه لا مو خالية. خالية مو خالية. مو خالية. No. حلو كتير. يعني رح نفرح لسارة قريبا؟ ما بظن. أنا ضد فكرة الزواج المبكر. حلو. يعني بتحبي تدرس خياراتك أكثر أكثر. مش قصت هيك، بس الزواج يعني حكاية طويلة إلى أول ما لآخر. أكبر. وبدها استقرار كتير، بدها تفرغ كتير، وبدها حدا مسؤول كتير. يعني إذا ما أنك حابب تأسس عائلة لا تفوت بالموضوع، بس لأنه أنت عمرك بيفرض عليك هذا الشيء. حرام تظلم كل المحيطين. حلو كتير. مش مضطر تفوت بهيك دوامة قبل ما تكون مدروسة. فقرار الزواج شغلة بدها تعني كتير، بدها تفكير كتير، وبدها مسؤولية كتير. حلو. هيك نحن منكون ختمنا فقرة عرياحتك. رح روح لحتى نرتاح أكتر أنا وسارة، وبعدين رح نكفي الكزدورة بأول حلقة. إشارة خضراء. سارة خلصنا نحن كزدورتنا، وصلنا لآخر فقرة بالكزدورة اللي هي إشارة خضراء. الإشارة الخضراء بدك تحكي لي قصص لقدام ولإلي. أوكي. ماشي؟ ما انحكى معي بفيلم سينما. بس المشروع منه أكيد قبل ما أقرأ النص شوف شو مضمونه. حلو. بس كسينما محكي معي دراما لسه ما قريت شيء. حلو. ما. طيب السينما في اسم فنان معين رح يوقف مقابل سارة فرح؟ لا لسه ما في شيء محدد. طيب خلينا نحكي اخر شيء عن ستار اكاديمي اللي هو قلتي لي انه هو كان اهم محطه انت دخلتيها. عبر مواسمه خلينا نقول صاروا 12. مين لقيتي اهم حدا فات او تخرج من ستار اكاديمي؟ أهم حدا وفات خرج من ستار أكاديمي يعتبر حالياً بالفترة حالياً نصيف زيتون. أكيد. تحية كتير كبيرة لإلها نصيف. وبدي منك آخر شي توصفي لي سارة بثلاث كلمات. أوه. ثلاثة. م-م.
موسيقى اوكي حب اوكي ووفاء اكيد اوف عشان ان شاء الله تكوني انبسطتي بالكزدوره انا انبسطت كثير شكرا للكل ميرسي كثير لك على المشوار الكثير حلو واكيد ما تنسوا تتابعونا على نينار اف ام على 89.6 و101.1 دائما كل 3 الساعة 3 الظهر وطبعا إذا حابين تشوفوا الانترفيو وتسمعوا فيكم تفوتوا على صفحات نينار على يوتيوب فيسبوك وكمان على انستغرام ومن هون للحلقة الجاية منشوفكم بألف خير باي باي باي.